دلوقتي خلونا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتسير مصر للطيران الناقل الوطني 8 رحلات جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام لأرض الوطن، بواقع 7 رحلات بخط سير جدة القاهرة ورحلة بخط سير الطائف القاهرة، وده لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة الطيران المدني وقرعة مجلس النواب وكفر الشيخ والجيزة وتضامن البحيرة والغربية والدقهلية والقاهرة والإسكندرية والجيزة وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة. النهاردة وفقاً لبيان صادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، أكد فيه أن اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماع افتراضي في 5 مساءً بتوقيت القاهرة لمناقشة عدد من الأمور الهامة اللي بتخص كرة القدم الإفريقية، حيث من المنتظر الإعلان عن تحديد الموعد النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب. النهاردة والعشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار مؤجلات الجولة 12 من الدوري المصري، حيلتقي الأهلي مع الداخلية في تمام الساعة 7 مساءً، في نفس التوقيت هيلتقي الزمالك مع فاركو. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، هيلتقي منتخب سلوفاكيا مع منتخب أوكرانيا الساعة 4 عصراً. في 7 مساءً هيلتقي منتخب بولندا مع منتخب النمسا، وفي 10 ليلاً هيلتقي منتخب فرنسا مع منتخب هولندا.